الحمد لله الذي بجس من صدور البلغاء ينابيع البيان، وفتق أكمام أفئدة أولي اللسن بأزاهير حدائق اللسان، فهي نافحة بطرائف الكلم وشرائف الحكم، صنوان وغير صنوان. أشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المجلي في حلبة البلاغة السابق في ذلك الميدان، الخارف من يانع أثمار جنتي المعاني والمباني، فجنى الجنتين دان، المقتعد من منبر الفصاحة ذروته، المرتقي في درج البلاغة أسمى مكان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبعهم بإحسان. أما بعد، فإن الوصية بما وصى الله به البريات هي خير ما يزجى من الوصيات، وأعظم ما به يوصى كل راج لربه خائف من مولاه. وصيته سبحانه جل شانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها جنة المؤمن في دنياه وجنته في أخراه. التقوى لباس لا يشف عن نقيصة ولا يكشف عن سوءة، إنه نور في المحيا ومسرة في الجنان، وأمان من المكاره ومرقاة إلى درجات الجنان. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا المنبر النبوي كان منطلق بيان رسالة الإسلام ومنبر دعوته ومطلع شمسه من مشرق هجرته صلى الله عليه وسلم إلى مغرب الدنيا. ذرت من أفقه شمس البيان النبوي، وتضوع رياه من أكمامه، وانبجست عينه من معينه، وسمقت شجرته من بين حصبائه. ولله قول شاعره المؤيد بروح القدس: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد. هذا المنبر الشريف الذي قال فيه خطيبه صلى الله عليه وسلم: منبري على ترعة من ترع الجنة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. منها هنا خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوجم البلغاء وأطرق الفصحاء وأفحم الخطباء، وأصاخت أذن الزمان إلى منطق يفيض بالبيان ويموج بالرحمة ويتضوع بالعدل وينضح بالصدق، يتخلل حنايا الصدور ويستجيش خبايا النفوس، كأن كلماته الشريفات قبس من نور، أو لؤلؤ منثور، أو روض ممطور، رقيقات المقاطع محكمات، لو أن اللفظ يلبس لارتدينا. إنه صلى الله عليه وسلم فارس المنابر ومسقع الخطباء، إنه صلى الله عليه وسلم فارس المنابر ومسقع الخطباء. لا تدري حين كان يرقى هذا المنبر الأشرف، أضم خطيبا
أم ضمخ طيبا. كان يرقى هذا المنبر فينهل عليه من غمائم الوحي ما يعمر القلوب يقينا ويملأ النفوس حنينا يستحث سحائب العيون ويستدر مدامع القلوب في نظام من البلاغة ما شك امرؤ أنه نظام فريد وبديع كأنه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجديد مشرق في جوانب السمع ما يخلقه عوده على المستعيد حجج تخرس الألد بألفاظ فرادى كالجوهر المعدود حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجنبن ظلمة التعقيد وركبن اللفظ القريب فأدركن به غاية المراد البعيد. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كحتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كان يتكلم بالكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب بل يبذ الخطب الطوال بالكلم القصار ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ولا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب الفلج إلا بالحق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطئ ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصر. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبين في فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا المنبر صهوة ينبغي أن يرتقيها من كان رابط الجنان ممسكا بعنان البيان جامعا لذلك عدة العلم مثقفا لها رماح الرأي متدرعا بالإخلاص لله في حاله ومقاله. فهو من أعظم وسائل البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والتذكير بما يجب التذكير به من العلم النافع والعمل الصالح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. على أن دعوة الإسلام لا تقتصر على وسيلة المنبر وحده فلا تقف دونه ولا تنتهي إليه، بل هي رسالة تتجلى في جميع جوانب حياة المسلم دعوة وعملا وعقيدة وأخلاقا. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. ولكن صاحب الكلمة الصادقة حين يستل لسانه استلال السيف من غمده ويخوض به معترك البيان وتختلط حروف بلاغته وبيانه بروحه وعقيدته وإيمانه، تشرق كلماته إشراقة شمس الضحى ويستعر أوارها في القلوب استعار النار في جزر الغضا. وحين تخرج الكلمات خابية خامدة تصل إلى الأسماع والقلوب ميتة هامدة. إن روح المتكلم لتصطبغ بها كلماته وعباراته اصطباغ الزهر بألوانه والربيع بأثماره والزجاج بشرابه. وها هنا
يتجلى الصدق وتلوح أماراته، فلا تزويق الألفاظ يحرك القلوب، ولا تنميق العبارات يشعل النفوس ما لم توقد جذوتها بحرارة الصدق. إن البيان المشرب بالوحي، إن البيان المشرب بالوحي ليقع من النفوس موقع الوبل من المحل، والقطر على القفر، والندى على الزهر. ولذلك كانت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت بيانا وكلاما من جنس كلام العرب وبيانها. قال تقدس اسمه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لكنه كلام رباني وبيان نوراني غير مسار التاريخ، وقلب موازين الحضارات إلى حضارة تقوم على ساقي العلم والعدل، وأسرج حوالك الدنيا بمشكات التوحيد بعد أن كانت تلتحف بظلام الوثنية، وألبسها لبوس العلم والعدل بعد أن كانت ترتدي أرضية الجهل في وحل الجور والظلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وعصمنا من كل بدعة، ووقانا شر كل فتنة، وجعل تقواه لنا عدة وذخيرة وجنة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه كان للأوابين، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. حمدا لك اللهم على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء. وصلاة وسلاما على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، وعلى آله وأصحابه ومن تردى أثوابهم وسار في ركابهم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، إن للكلمة في منابر التأثير التي تعددت في عالم اليوم خطرا أي خطر، وأثرا أي أثر، ولا سيما ممن هشت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب، ورزقه الله حسن الإبانة عن مراده، وآتاه حظا من القبول بين عباده، فإنها حينئذ أمانة ثقيلة الإد على حاملها، عظيمة المؤاخذة على قائلها، تستوجب على المتكلم أن يزنها بميزانها وأن يحلها في مكانها. فربما كانت كالغيث إذا انهلت غواديه، أو كانت كالسهم يصمي إذا أخطأ راميه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فتحلوا يا أرباب البيان بحلية الأدب وهو الصدق، وتحروا في قيلكم النصح، وتحروا في قيلكم النصح وإشاعة الحق، كما كان حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون والمؤمنات، اعرفوا للكلمة حقها وأوفوها قدرها في كل موضع ومع كل أحد، وانضحوا بأحسن القول، وانفحوا بأرج الكلم، وحسبكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. أيها الخطباء الموفقون، قدروا مواضع الكلام وأحوال المخاطبين ومناسبات القول، وزينوا ذلك بكرائم المعاني، وألبسوها محاسن الكلام وبدائع الألفاظ لتصغي لكم القلوب، فإن القلوب لتصغو كما تصغو الآذان، كما أشار لذلك ربنا جل وتقدس بقوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا اليوم من الأيام تندب فيه كثرة الصلاة والسلام على خير الخلق وسيد الأنام،
قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا رسول الله، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأكثروا في هذا اليوم من الصلاة والسلام عليه، لتكون لكم قربة وزلفى لديه، لتكون لكم قربة إلى الله وزلفى لديه. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورحمتك للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، عدد ما أحصاه كتابك وخطه قلمك ووسعه علمك. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين السادة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا واشملنا بعفوك ومغفرتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد المبارك آمنا مطمئنا محفوظا مصونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم وفقهما لما فيه خير العباد والبلاد في الدين والدنيا. اللهم وفقهما لكل خير وأعنهما عليه. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن تتجاوز عن ذنوبنا في هذا اليوم المبارك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين، ومن شر الحاسدين، ومن مكر الماكرين. اللهم احفظ علماءه، اللهم احفظ علماءه ورجال أمنه. اللهم واحفظ حدوده، واحمي جنوده يا رب العالمين، وعم بذلك رجاله ونساءه وشيبه وشبابه يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، استنزلوا فضل ربكم بشكره، استنزلوا فضل ربكم بشكره، واحفظوا نعمته باتباع أمره، والهجوا بدعائه وذكره. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.